طرطوس الجهات الرسمية والخدمية في المحافظة تتوجه إلى قريتي البيضة ورأس العين لتفقد الأضرار التي سببها تواجد العصابات الإرهابية، وتدعو الأهالي للعودة إلى منازلهم بعد أن أعاد بواسل قوتنا الأمن والأمان إليها. شكل اللجنة راح تباشر عملها بكرة إن شاء الله صباحا، وتمر على كل بيت حدث فيه ضرر ويساوي فيه ضبوط، ان كان مفروشات وان كان اليات وان كان حاجات شخصيه. الله يبارك فيك، رح تصرف ان شاء الله بتعوض عليكم. في إطار المتابعة الميدانية لتقديم الخدمات العامة للمناطق التي استهدفت من قبل المجموعات الإرهابية في قرية البيضة ورأس النبع في بانياس في محافظة طرطوس، قام السيدان نزار موسى محافظ طرطوس وحسن شعبان أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي بجولة ميدانية تفقدية بهدف تأمين كافة الخدمات اللازمة لهذه المناطق وتشكيل لجان تواصل اجتماعي تعمل على إعادة الأهالي الذين خرجوا من منازلهم بفعل الأعمال إجرامية للمجموعات الإرهابية. نحن نتوجه الآن إلى أهلنا الذين خرجوا من القرية نتيجة خوفهم من هذه العصابات بالعودة، لأن قرية البيضاء آمنة، ونحن شكلنا لجنة الآن من جهات مختلفة لتقوم بتقدير وحصر الأضرار للتعويض على أهلنا في قرية البيضاء. نتوجه إلى أهلنا في القرى المجاورة بالعودة وممارسة حياتهم الطبيعية في هذه القرية الطيبة والغالية علينا. الحياة الطبيعية وممارسة أعمالها بالشكل الاعتيادي وتأمين الاحتياجات، فنحن اليوم في ساحة البيضاء وأمام أهلنا في مدينة في قرية البيضاء نتفقد احتياجات الناس ونطمئنهم على العودة بكل أمان وثقة إلى الحياة الطبيعية. وبدورهم أهل البيضاء ومنطقة رأس النبع في بانياس طرحوا كل احتياجاتهم بهدف تلبيتها بعد أن تم تأمين الأجواء الآمنة والهادئة لاستكمال أعمال النظافة وتأمين الخدمات بشكل عام. أنا مختار البيضاء أحمد عزيز دياسي، الضيعة إن شاء الله صار وضع على أحسن وبلشت العالم ترجع الضيعة يعني بيلزمنا شوية خدمات للمواطنين والدولة ما متأثر معنا، وفي الهلال الأحمر ما يعبي وسيد المحافظ وأمين الفرع جماعة كويسين محترمين يعني معنا كتير، وما يقولوا شو بيلزم، نحن جاهزين ونحن إيدنا معنا وإن شاء الله الأمور أحسن والعالم بلشت ترجع الضيعة، يعني الأمور استقرت الحمد لله. نحن براس النبع، يعني كل اللي بده يشوفنا بده يعرف انه نحن براس النبع لانه نحن معروفين هون براس النبع. والله ما عندنا طلبات يعني اكثر ما انه الامن والامان يعود للبلد وترجع الناس على بيوتها، يعني ما والا نحن ما لنا بحاجه شيء. سوريا من يوم يوم الحمد لله رب العالمين بخير والله الاوضاع الحمد لله رب العالمين، كهرباء موجوده ومي وخبز وكله، الشوارع والعامه ترجع الحاره، يعني ثلاث ارباع السكان رجعوا، هسه ما في عدد خفيف ليرجعوا، يعني الاكثريه هلا بس ناطرين كلمه انه رجعوا الامور عاديه، ما في شيء وكهرباء ومي وكذا، والله مطالب خفيفة المحروقات كذا. مطالبنا ترجع الأهالي على بيوتها ويرجع الوضع مثل ما كان بس هيك. وفي اجتماع انضم المحافظ وكافة المديريات المعنية بتأمين الخدمات للمناطق التي تم استهدافها في ريف بانياس، وجه السيد المحافظ بتشكيل لجنة لتقييم الأضرار الناجمة عن عمل المجموعات الإرهابية وإجراء الصيانة للمنازل المحروقة وتنظيفها، إضافة لتشكيل لجنة احتياجات سريعة تقوم بإحصاء هذه المنازل مرفقة بكافة المعلومات المتعلقة بها وحجم الأضرار التي لحقت بها.